كان مبسكة خضع للتوجيه الدول الإسلامية خضع للتبعية دار أوروبا طايش قريب تولي مسيحية بكلي كل نشوف والمسيحي كيف فاق باللي دين كان على الأمة جامي ذاق يسلم نفسه بروحه ويقول راني مسلم وبالشهادتين يفرح تقول في حلم وعكس الشي اللي صار يا على المسلمين يخلي دينه الراقي ابو يرحم الكافرين في باله كفاه يشوفها منيحة ودايق كل اطماع ورخص والله شيحة وفايدة راني مسلم واعي وفيها بديني يا اللي يحب يكون معايا هكا قولوا سميني يا برضو كمل عبنا باللي البطل جامي ينشح غير الحقرة وباين في المسيرة يربح اسلام راوي ديما وين هي ماليها والله عار كبيرة وعيد يديروا فيها خلوا سايب برضو ربي وصلنا ليها قوموا معنا يا رجال وخلي ينطلوا فيها اسلام راوي ديما وين هي ماليها والله عار كبيرة وعيد يديروا فيها خلوا سايب برضو ربي وصلنا ليها قوموا معنا يا رجال وخلي ينطلوا فيها راح نتوجه للعنصر الفعال في تبليغ الرسالة قبل ما يفوت الحال انتم يا الولدين عمركم تكونوا غافلين باسكو راكم انتم القدوة للبنين لازم الشريعة تغرسها بين العيلة بالفرائض بالسنن ودي عفسة هيلة خلي الولاد صغار يعيشوا متهنين في رعاية الرحمن عطريق الديرة ماشيين ودوارك في جزيكم باسم توجيه ابنا باسم تدعيم الدين مش كيف الغير خلاه يتغبنا هكا رقدت الواجب وتكون فرحانة وما تنساش بلي كاين ابليس هوانا تبع سيرة النبي واحكم في طريق الله ما دام عبدو طاعه والله جامي ينساه اسلام راهو اسلامنا والدين راهو تاعنا ما لا خليه يدعموه بالايمان خليه في بالنا اسلام راهو ديما وين هي ماليها والله عار كبيرة وعيد يديروا فيها خلوا سايب برضو ربي وصلنا ليها قوموا معنا يا رجال وخليه ينطلوا فيها اسلام راهو ديما وين هي ماليها والله عار كبيرة وعيد يديروا فيها خلوا سايب برضو ربي وصلنا ليها قوموا معنا يا رجال وخليه ينطلوا فيها مالا من اعداء خلينا نحمي ودينا حاجة معلومة وبينا باللي محطوط في العين حابين في الاصول يديروا لينا بدعة تحريف في القرآن تشويف السمعة بغير نفع شوف الكلاب وش داروا جابوا حسابات جديدة لي بارد على بروجي محاربة العقيدة من بعد راهو يتوغل به يسكني في بلادك يجيبها بستير نظيف بداية ماهي حسابك ويفضل براتيك في العادات والتقاليد وفي الاصول الخاصة يدير عليك من هالتجريد هدايا بيت موحدة بين اعداء الاسلام كل حبات فيه العالم الاحلام وجمعة بين الصعف وخير الديانات ودب رجيب كبير بيناتهم حتى الممات نصيحتي راح تتقدم دركة وراهي جات اظهر له في الاسلام خلوه عزيز فات الحياه اسلام راوي ديما وين هي ماليها والله عار كبيرة وعيد يديروا فيها خلوه سايب برضو ربي وصلنا ليها قوموا معنا يا رجال وخليه ينطلوا فيها اسلام راوي ديما وين هي ماليها والله عار كبيرة وعيد يديروا خلوا سايب برضو ربي وصلنا ليها قوموا معنا يا رجال وخليه ينطلوا فيها